from West African and Sub-Saharan countries, when they come to Morocco, they were already musical traditional musics existing in Morocco. There is Issawa, and there is also Ahmad Shah and Jilala. These are Sufi musics who already been in Morocco. So when the Gnawa came, they met also this music. You know, if you search, you can find a lot of similarities and a lot of lyrics that the Gnawa takes from the other. أنا في مركب الحي محمد. أول مرة تكون أطلع في لاسين. This is her first performance with like in front of a lot of people alone. It was in the cancer in Casablanca. The picture is with her sister in the like the party of at the end of Ramadan, the festive month. Guys, what I might do is maybe I should move you guys up there. She has her mum and that sit together here, or is it bad? Her mum maybe doesn't want to move. I don't know. The mother? Yeah, she cannot move. No, that's what I was thinking. She cannot. نظرك انتيا علاش العيالات ما كي البنات ما كيزعموش يدخلوا هذا الدومين هذا ومني متى علاش ما كانوش كيزعموا يديروه من شحال هذا الا كنا كنسمعوا بالعيالات كاينين في تاكناويت دونك ولكن ما كانوش كانت معلمه كضرب القمبري هذيك دم الخير كنا كنسمعوا بها في مراكش هذا الشيء كنسمعوا الناس الاولين كيقولوا ولكن هاد التقناويت اصلا كما كانتش المرأة فيها ما يخدموش رجال قناوة دونك كما كانتش المقدمة والفقيرة هي اللي كتقوم الليلة وكديرها ما يخدموش رجال. وباش كتحسي انت فاش كتكوني فوق لاسين ولا كتديري شي بريزونطاسيون قدام الناس كيفاش انت كتحسي في الداخل ديالك؟ بيان سيغ غنكون فرحانة حيت كندير شي حاجة اللي ما قدروش يديروها بزاف ديال البنات واخا كانوا كيديروها العيالات قدام ولكن ما كانوش كيقدروا يخرجوا للواجهه دونك ما كانوش كيقدروا يخرجوا للساحه. واش نقدروا نقولوا بلي قناوة هو علاج نفسي ليك وبزاف تاع الناس اخرين؟ من طبيعه الحال بالنسبه ليا انا فاش كنكون مقلقه ولا شي حاجه كندخل البيت كنشد القمبري كنحس براسي ترخيت شويه. قبيله قلت لي بلي كتخدمي مع باباك في الريستورون واش كديريها حيت انتي بغيتي تخدمي معاه ولا عندك شي اسباب اخرين؟ لا انا من غير المهرجانات ولي كونسير والسهرات كنخدم مع بابا في الطوال كل نهار مره كنكون انا مره كيكون هو ولكن ضروري خاصنا نكونوا اونصامبل حيت بالنسبه لعائلتي انا بهذاك طرفت الخبز باش كنعاونهم
و ميم طون بابا محتاج ليا، يعني خاصني نكون ديما بجنبه لانه كيعول عليا وكيقول لي انت عزريه، دونك خاصني نكون ديما معاه. دونك قلت ليا لعبتو اول مره اونصومبل، انت اللي جمعتيهم حيت كنتي كتعرفيهم وكتجمعهم في الدار باش تعلميهم. حنا كنعرفوا بلي انت اول بنت في المغرب اللي كدير مهرجان على قدو بالقنبري. كيفاش كتحسي وانت البنت الوحيده؟ البنات كاينين البنات بزاف، ولكن كيف ما قلت لك لا تلقاي كابابل وغادي تلعب القمري بداكشي اللي كيستحق ما كايناش. دونك انا كيفاش كنحس براسي كنلعب القمري وقاده به، يعني كتبقى واحد الفرحه فهمتي، يعني كتكون بحال القدوه. كاينه باللي المراه تقدر دير بزاف ديال الحوايج، ماشي غير يعني كيقول لك المراه بلاصتها هي الدار، لا يعني المراه تقدر دير بزاف ديال الحوايج. كتصور راسك شي نهار تحبس الموسيقى؟ لا ما عنديش هاد الفكره في راسي، ما كدورش نهائيا. بو امبورت لا ريزون علاش غتحبس؟ لا ما عنديش سبب، و الحمد لله مقتنعه بداكشي اللي كندير وفرحانه ومفرحه عائلتي، يعني ما كنديرش شي حاجه اللي خارج الاراده، يعني شي حاجه ديالي ما نقدرش نبعد منها. وحنا كنعرفوا بلي كتلعب معاك اختك. ها اختي الكبيره كتلعب معايا. كي دارت حتى دخلت معاك؟ اختي الكبيره كان وقع واحد البروبليم واحد النهار، ما كانوش عندي البنات وقالت لي علاش زعما اللي ما نكونش انا معاك، يعني اختك وفيما مشينا نكونوا اونصومبل، يعني غادي تكون اختي كتخاف عليا اكثر من اي وحده معايا في الجروب. عندك شي حد اخر في العائله كيلعب غير هو جنبه ولا انت بوحدك؟ كاين اي بابا، انا وبابا واختي. واش الالوان اللي كتلبسوا فاش كتكونوا في شي مهرجان واش عندهم شي علاقه بالاغاني اللي كتغنيو ولا لا؟ لا ما عندهم حتى شي علاقه. دونك كتلبسوا دوك الحوايج اللي بغيتو نتوما. اللي بغينا حنا واللي غادي يبينوا البنات كوم كوا راه بنات اللي لاعبين، يعني كنختاروا الالوان اللي كيكونوا فاتحين شويه. واش الاغاني اللي كتغنيو كيتبدلوا من المدينه اللي كتمشيو ليها ولا لا؟ لا كتبقى الخدمه ديال الدار البيضاء كيف ما كنقولوا حنا مرساويه، يعني فين ما كنمشيو خصنا نخدموا الخدمه ديالنا نبينوا الخدمه ديالنا حنا. دونك عندكم البلاي ليست ديالكم قاده؟ لا ليست ديالنا حنا باينه. شنو كتسنى شنو كتمنى في هذا الدومين ديالك، شنو كتمنى في المستقبل يعني فين نوصلوها؟ الحمد لله تقنويت في العالم واصله، ولكن حنا كيف ما كنشوفوا يعني الرجال اغلبيه هما اللي كيخدموها، لكن حنا بغينا نديروها بصيغه مؤنثه، يعني يكونوا شويه العيالات تما حاضرين في الميدان ديال تقناويت، بحكم انه معروف باللي هو ديال الرجال، حنا بغينا نديروا شي حاجه يعني جديده في تقناويت بالكل، ماشي غير نخرجوا مورسو جديد اولا نديروا شي حاجه جديده، ولكن بغينا حنا نكونوا عيالات نكونوا جداد على تقناويت. واش المجتمع معاونك؟ المجتمع كاين اللي كيعاون كاين اللي لا، راك عارفه يعني الانسان ضروري كيكون عنده شويه ديال لي بروبليم وهذا، ولكن كيف ما قلت لك قبل يعني الانسان الا بغى يمشي لقدام خاص يدير الهضره بنادم وراه. الا ماشي كاع البنات كيلعبوا الجمبري راه حيت كاين شي اسباب من وراها. انا بغيت نسولك واش هذا الشيء كيقيس الانوثه ديالك؟ يعني تقناويت واش كتقيس الانوثه ديالي؟ لا جامي. حيت اسماء فاش كتكون مع قناوه رجال كتكون راجل، وفاش كتكون مع البنات كتكون بنت شويه راجل، يعني ضروري ديك القصوحيه خاصها تكون حيت تقناويت رجاليه وقاصحه خاص ضروري تكون ديك القصوحيه حاضره فيها، ولكن اسماء في الدار عاوتاني اسماء واحده اخرى. داك سمعت باللي ما نقدروش نلعبوا الجمبري بتفرنا طوال سي فري؟ كاين شي حوايج اخرين بحال هكا؟ ما خاصهمش يكونوا الضفار مصبوغين حيت الصباغه كتقشر مع المصرار كيتضرب بالضفر هكا، ما خاصش يكونوا الضفار طوال كيف ما قلتي باش ما تسمعش ديك خرش خرش في الجلده، خاص السبيعات كياكلوا الدق. ودابا حاليا شنو كتخدم؟ دابا شنو كنخدم؟ كنخدم قناوه عادي فواحد ريستورون مع بابا ريستوال دي بلازا، خدامه فيها مع الوالد ديالي، كنخدمو بالليل. هو كنوجد ان شاء الله كنوجد كنبريباري راسي ان شاء الله العام الجاي واحد السيدي
غادي يكون ان شاء الله. دونك عندك مشاريع ان شاء الله كاينه، دونك ناويه تخرجي شويه ما يبقاش هادشي غير في المغرب. اه ديجا خرجت ديالي الاول سميتو انا قناويه، ودابا ان شاء الله كنفكر نخرج سيد واحد اخر. كي داير مع الناس الاخرين اللي تيديروا قناوه؟ واش عندكم شي منافسه بيناتكم؟ المنافسه مع المراه ما كتكون ما بين المراه والراجل، حيت الراجل كيبقى راجل والمراه كتبقى مراه. دونك الا كانوا البنات في الساحه الفنيه ديال القناوه هي في كتكون شويه ديال المنافسه، وانا كيفرحني هذا الشيء، يعني كنبغي اللي تونسني في الساحه ما بقاش بوحدي، ولكن غير كنبغي اللي يكون منافسني يا اما يكون كيخدم ولا كتخدم تا قناويت كما هي، او لا تبعد من ناحيه صعيبه. وشنو قلتي المشاريع تاعك باش نسالي، والمشاريع ديالك في المستقبل؟ المشاريع ديالي اول حاجه كنفكر فيها هي باغا نكمل بتقناويت، ما نخليهاش محبوسه هنا، يعني نجول بها العالم ونتعرف على ناس جداد ونتعرف على موسيقيين كبار ان شاء الله، يعني هذا الشيء كنفكر فيه. اه عفاك عفيني براتك شويه، وشنو سميتك؟ سميتي اسماء الحمزاني. شنو فين كنت من عام؟ من 20 عام. فين ساكنه؟ ساكنه في برغو في الدار البيضاء. وتزاديتي في برغو في الدار البيضاء؟ لا تزاديت في مدينه قديمه. الدار البيضاء؟ الدار البيضاء وعلى باش تحمل الدار. شنو كتديري في حياتك؟ حياتي كنت كنقرا، من بعد كانت مرضات ماما وخرجت من الدراسه ودخلت للتكوين، درت لاباتيسري وخدمت في دابلو، ومن بعد عطيت راس للموسيقى بالضبط، كنت كنغني في الاول الشرقي والمغربي، ومن بعد على باش مع بابا هكا بديت كنتعلم مع بابا ولقيت بلي تقناويت في راحتي وكملت فيها. وشحال وانت كتغني مع قناوة؟ شحال وانا كنغني مع قناوة ملي كنت باقا صغيرة، كانت عندي ديك الساعة شي 5 سنين هكا بديت كنتعلم مع بابا. وبابا ادوينا على باباك شوية. بابا معلم رشيد حمزاوي، كان جداه قناوية كدير ليلة،